استضافت وزارة الداخلية اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والمعلومات حول آلية مكافحة جرائم المخدرات بين هذه الدول. يأتي تفعيل التعاون العربي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات ضمن أولويات وزارة الداخلية للقضاء على تلك الآفة العابرة للحدود، تعاون كان له أثر إيجابي في نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في إحباط محاولات الجلب والتهريب. من هنا تأتي أهمية استضافة مصر لزيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة لمكافحة المخدرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقيه القانوني والإجرائي والفني. كانت وما زالت مصر حاضنة العمل العربي المشترك، وليس غريبا علينا أن نتواجد هنا في أرض الكنانة وقلب العرب النابض. إن التعاون الدولي لم يعد خيار تكتيكي، بل هو خيار استراتيجي، وهذه الآفة لا تحتمل التباطؤ ولا تحتمل البيروقراطية، فكان هذا الاجتماع أيضا لوضع جسور التعاون والمعرفة الشخصية ما بين إدارات مكافحة المخدرات في المجموعة الإجرائية الثالثة. دائما نحتاج إلى تعاون وثيق، تعاون فعال، تعاون مثمر وتعاون مباشر. وتعكس استضافة مصر لتلك الاجتماعات الدور الريادي في مجال مكافحة المخدرات، وهو ما أشار إليه الحضور. نحن طموحون إلى التعاون بيننا والشقيقة مصر، لأن لها باعا واسعا في هذا المجال، وهي من أقدم الدول العربية والإفريقية في مجال محاربة المخدرات. استفدنا كثيرا من المشاركة في هذه الفعالية لتوطيد التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الإقليم فيما يخص التهريب وتجارة المخدرات. اجتماعات مسؤولي مكافحة المخدرات بالدول المعنية تواصلت على مدار يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب، والاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتعاون العملياتي في مجابهة المخدرات. تكلمنا على أهمية التعاون الدولي في نقل المعلومات بين الدول العربية، فيعتبر إقليمياً وعالمياً لسرعة ضبط قضايا المخدرات. استعرضنا فيها التجربة المصرية في مكافحة المخدرات، واتكلمنا فيها عن المحورين اللي هو خفض الطلب وعرض المواد المخدرة، والجوانب اللي موجودة استفادت طبعا من التجربة دي، وعرضنا لهم فيلم توثيقي بيوضح مجهودات الإدارة خلال الفترة اللي فاتت. تناولت الجلسات عرض لدور التعاون العربي المشترك وآليات تعزيز هذا التعاون بين الدول العربية الشقيقة. جاءت الاجتماعات بتوصيات محددة في مقدمتها تفعيل تبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين دول المجموعة، والتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات ترويج المواد المخدرة، مع تنمية قدرات الأجهزة المتخصصة مادياً وبشرياً، وتفعيل الشراكات التدريبية خاصة مع مصر التي تمتلك إمكانات تدريبية كبيرة في هذا المجال. اجتماع اليوم كان من ثمراته توصيات من ضمنها تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وبينه وبين مصر اتفاقية ثنائية يعني في التدريب وتبادل المعلومات. وقد قام المشاركون بجولة في متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعراض مقتنيات المتحف التاريخية منذ إنشاء الإدارة وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال المواد المخدرة وأساليب الإخفاء والتمويه. اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى نجاحات حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.